اهلا ومرحبا بكم مشاهدي شوف تي في في توقعات احوال الطقس بربوع المملكه اليوم الاثنين 31 مارس. تتوقع مديريه الارصاد الجويه الوطنيه تشكل كتل ضبابيه مصحوبه ببعض السحب المنخفضه خلال الليل والصباح في بعض المناطق المجاوره للسواحل، في حين ستظل الاجواء مستقره عموما مع سماء قليله السحب طيله النهار. الرياح ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب الغربي فوق شمال وشرق البلاد، في حين ستهب ضعيفة من القطاع الشمالي بجنوب المملكة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص درجتين وثلاث درجات بالمرتفعات، وستتراوح ما بين 5 و10 درجات شرق البلاد والسهول الداخلية، وما بين 10 و13 درجة قرب السواحل، في حين ستبقى درجات الحرارة العليا دون تغيير يذكر. البحر سيكون قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال طنطان وجنوب الداخلة، وهائجا ما بين طنطان والداخلة، ومحليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفايا والعيون. إلى اللقاء.